اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم مع الحدث اللي كنقدموا لكم من قناتكم الالكترونيه شوف تي في. المناسبه اليوم كنصادفوا لكم ملكه جمال العرب او مليحه العرب فاطمه زهراء جمالي اللي مشرفنا اليوم في استوديو شوف تي في. مرحبا بك فاطمه زهراء. ميرسي بارك الله فيك، نورتي شوف تي في بالجمال ديالك والتالق ديالك. ميرسي، وانا من المتابعين ديال شوف تي في، هذا شرف ليا. مرحبا بك. دونك فاطمه زهراء توجتي من بيروت بلقب ملكه جمال العرب او مليحه العرب، تكلمينا على هذه التجربه هذه، بالاضافه يعني عاد نتكلموا على الالقاب ديالك الثلاث اللي فزتي بهم. تفضلي تكلمينا على التجربه ديالك، يعني كيفاش جاتك الفكره فاطمه زهراء تمشيتي شاركتي في هذه المسابقه هذه. دونك مسابقه مليحه العرب 10 سنين هي كتنظم، كتنظمها MC International لصاحبها مسيو فادي بد شبل، و دونك مسابقه اللي معروفه واللي استهوتني من بعد الالقاب اللي فزت بها. دونك غير نتكلموا على الالقاب اللي فزت بها، هي ملكه جمال يعني ديال افريقيا، وتفزت يعني ملكه الاناقه والاحسن قوام في العالم. تكلمي لنا على هذا، شنو ضافوا لفاطمه زهراء هذه الالقاب هذو في الحياه ديالها؟ دونك الالقاب اكيد كتضيف بزاف الحوايج، كتولي عندك دي فان، كتولي معروف، كتولي عندك مسؤوليات، كيولي عندك خدمه اكثر. دونك حياتي تبدلات مع الالقاب. كيفاش تبدلات حياتك يعني من قبل ومن بعد، كيفاش ولات حياتك؟ يعني كيف ما سبق لي وقلت كيزاد شغل بزاف وسورتو على ليترونجي ومسؤوليات ستريس. وانت يعني يستهويك السفر؟ يعني عزيز عليك السفر؟ كل واحد عزيز عليه السفر، ولكن كيكون السفر كله شغل 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 كيكون شويه يعني سايد. ما كيبقاش الوقت للمنزل والعائله افكتيفمون. دونك نتكلموا على مسابقه ملكه جمال العرب او مليحه العرب اللي فزتي باللقب ديالها. كيفاش دازت اطوار المسابقه؟ يعني كانوا مشاركات كثير وتبارك الله يعني نفسك يعني بزاف واستطعتي انك تضفري يعني بالتاج وتجيبي لنا المغرب. تكلمي لنا على اطوار المنافسه. دونك المنافسه كنا 20 فتاه من العالم العربي. نعم. اللي اختارتها اللجنه من بعد التصفيات، وكان الفوت، والحمد لله توفقت وكنت من ثلاثة الفيناليست، كنا مصر تونس والمغرب، والحمد لله توجت مليحة العرب 2014. نعم، كنتمنى لك التوفيق. اكيد ان يعني مليحه العرب او ملكه جمال العرب كيكونوا هناك مشاريع يعني كتمضي عليهم ربما في الكونترا بروغرام، ولا كيكونوا يعني كتوافقي عليهم. شنو المشروع اللي اختاريتي يا فاطمه زهراء باش تكملي به المشوار ديال هاد السنه هذه؟ دونك كيف ما كتعرفوا اي ملكه جمال ضروري كتبنى واحد الموضوع انساني، فانا اختاريت فئه معينه من المجتمع. هاد الفئة من وأنا صغيرة كنت كنتمنى نقدر ندير لهم شي حاجة، والحمد لله جات الفرصة. وهاد الفئة هي المسنين، ولا كنقولوا دار العجزة. نعم. هاد الناس اللي الأغلبية ديالهم نساء، وبمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية كنحيي جميع النساء وخصوصا ربات البيوت. نعم. اللي كيبذلوا مجهود. دونك كيف ما قلت لك اغلبيه هاد الناس اللي في دار العجزه كيكونوا نساء اللي رباو اجيال، خدموا تكرفصوا، وفي الاخر كيتلاحوا كيترموا في الشارع. كيفاش كتبان لك الوضعيه ديال النساء المسنات عندنا في المغرب فاطمه زهراء؟ صعبه. كيف ما كنقولوا لهلي وصل شي واحد لهذيك البلاصه، صعيب يتخلى عليك، يتخلاو عليك حبابك وناسك في اواخر يعني كيف ما كنقولوا حنا بالمغربيه، اولنا ضعف واخرنا ضعف. اكيد. ولكن شحال صعيب الضعف من بعد قوه. دونك هذوك الناس لا حول ولا قوه الا بالله، مي كنتمنى نقدر نجمع لهم المساعدات الكافيه ونحسن الوضعيه ديالهم. كيف ما كنعرفوا كاع الناس المسنين كيكون عندهم امراض، راك عارفين مع كبار السن كيكونوا بزاف الامراض،
دونك شنو اللي غتبداي بها فاطمه الزهراء؟ يعني شنو الاول خطوه غادي تبداي بها لهاد المسنين هادو؟ شنو غادي ان شاء الله اول خطوه هي نشوف المتطلبات ديالهم شنو ناقصهم. اكيد الوضعيه ديالهم مزيانه ولكن ماشي بارفيت، خاصنا عندهم بزاف د الحوايج خاصينهم، دونك نحاولوا نشوفوا شنو خاصهم. اللي مريض شنو المرض ديالو، شنو محتاج المتابعات، وان شاء الله الله يوفقني ونقدر نقدر نجمع لهم المعاونات الاساسيه يعني باش تساعدهم. كنتمنوا لك التوفيق في هذا الباب ان شاء الله. بالاضافه الى انك يعني عارضه ازياء كتصممي، يعني انت مصممه وعندك يعني مشاريع مستقبليه، نتكلموا على هذه المشاريع هذو فاطمه الزهراء. للتصحيح انا ماشي مصممه، مي غادي نوجد مارك ديال البريت ابورتي اللي غادي تحمل ان شاء الله سميتي، وغادي تصميها، غادي تكون عندك واحد عندي اكزاكتومون. دونك عندي مصممين اللي معاونيني، مي القرار كيرجع ليا، دونك انا اللي غادي كنختار هذا. دونك واختاريت ندير فيها لا توش ماروكين، بما انه كنسافر بزاف وكنعرف الناس كيعجبهم هذا ديال المغرب، دونك بغيت نوصل ان شاء الله البرجان وسط الباسنا بلاطوش ماروكين. غادي يكون تقليدي ولا غادي يكون؟ لا غادي يكون لباس بريت ابورتي عادي ديال كل نهار، مي بغيت ندخل فيه لمسه بلاطوش ماروكين. اكزاكتومون، اكيد باش غيلقى انفتاح على الخارج. يعني حاولتي انك تمزجي بين ما هو تقليدي وما هو عصري، وكنتمنوا لك التوفيق اكيد في هذا الباب هذا. دونك شنو تبغي تقولي يعني البنيوتات اللي كيبغيو يلتجؤوا لهذا يعني يوليو عارضه ازياء، ربما يوليو مصممات، ربما نشوفوا الباب ديال عارضه ازياء، شنو النصيحه اللي تبغي تقولي لهم يعني اليوم فاطمه الزهراء؟ النصيحه اللي بغيت نقول لهم، دونك اي واحد كيدير الحاجه اللي كيبغي، ملي كتبغي شي حاجه ما يمكن الا تنجح فيها، وتكون عندهم ثقه في النفس والحضور. الثقه في النفس والحضور هادو اساسيين هما اللي لمسناهم فيك فاطمه الزهراء اليوم. دونك غادي نختموا معاك فاطمه الزهراء بشي طريفه وقعت لك في خلال ادوار المسابقه، تحكيها لنا مع يا مع المنافسات يا مع اللجنه يا مع يعني زملاء ديالك هناك. يمكن ماشي طريفه، هذه وقعت لي هذيك السنه في الورد نيكست توب موديل. هي ماشي طريفه، دونك في المسابقه ديال الورد نيكست توب موديل بقينا 25 جوغ وجيت مالوغوزمون حتى لي 3 جوغ الاخرين عندي ان بروبليم في لو دو ديرني ديسكال، وكنت بوندو واحد 2 جوغ الاخرين في الفراش ما كنتحركش، مي الحمد لله الحمد لله خديت دوايتو الحمد لله استطعت نشارك في لافينال. اكيد اكيد، دونك غادي نخلي الكلمه تقوليها للجمهور ديالك اللي تابعك اكيد واللي يعني مساندك سوغ لاباج ديالك فيسبوك، يعني كنلقاو بزاف ديال التعليقات وهذا الناس يعني جديد عليهم هذا الشيء، باغيين هذا الموضه هذه سورتو البنات دابا يعني باغيين يتبعوا هذا الشيء. دونك شي كلمه منك او نصيحه ربما اللي تقوليها لهاد البنات كاملين ولا اللي فان ديالك باش يتبعوك فاطمه الزهراء؟ دونك كنبغي نشكر كاع الناس اللي كيسيفطوا لي لي ميساج ولي كومونتير على الفيسبوك انستغرام، بيان سور سافي بليزير، سورتو من بنات بلادي ولاد بلادي، شي حاجه كبيره يعني، كل كومونتير كيعني لي بزاف بزاف بزاف، وسمحوا لي الا ما جاوبتش على كل شيء. ميرسي بوكو. دونك فاطمه الزهراء تم تكريمك في اطار المهرجان الوطني للمراه اللي صادف يعني يوم 10 اكتوبر اللي كنحتفلوا به باليوم الوطني للمراه، خديتي واحد الشهاده تقديريه، تكلمي لنا على هذا الاحساس ديالك وانت اونطوري بالناس يعني اللي قدروك وكرموك في هذا اليوم هذا. انا كنشكر المنظمين ديال المهرجان الوطني للمراه المغربيه مغربيات 2014 على هذه الشهاده التقديريه اللي صراحه ما نكذبش عليكم فرحت بها اكثر ما فرحت بالالقاب ثلاثه، لانه شي حاجه خديتها من بلادي، اعتراف من بلادي، الحمد لله قدروني، كنشكرهم بزاف بزاف. اكيد كنشكرك حتى حنا بدورنا فاطمه الزهراء، وكنكونوا يعني استضفناك لاجل يعني هاد المشاهدين ديالك ولي فان ديالك اللي طلبوك اكيد بشكل كبير باش تكوني على شوف تي في. شكرا لكم مشاهدينا على حسن التتبع والاصغاء، كنشكر لكم طيب المتابعه، في امان الله.